هذا دور غير مستغرب على الأسف. الأسف يعني لمن أيديه الوضع المسلمين في كافة الدنيا. هو ليست مؤسسة مصرية، هو مؤسسة يعني لها مكانة في قلوب المسلمين في العالم أجمع. مد أيديه البيضاء من خلال التعليم، من خلال المعاهد الأسرية والمدارس الأسرية والجامعات، من خلال البعوث والدعاء يعني الذين يبعثهم للقيادة الإسلامية، ومن خلال الوفود التي يستقبلها في معاهده ومدارسه وجامعاته. يعني هذا الدور الذي يقوم به الآن يعني من خلال تقديم هذه البحث الطبية والقافلة الطبية العلاجية حقيقة يعني له مكانة مهمة جدا، لأنه يعني يبعث من يسحبونه إلى المناطق فعلا محتاجة إلى من يعني يشعرها بوقفته معه. يعني فوجود الأفراد يعني مهم جدا في هذه المناطق، يعني لأنه فيه رسالة مهمة جدا وبليغة جدا. يعني لن تستطيع كل أجهزة الإعلام أن توصل هذه المشاعر بقدر ما يعني يوصلها وجود شخص بنفسه يعني في هذه المناطق. نحن حقيقة كان شاكروا لغاية الشكر لهذه اللفتة البارعة للأسر، واضح أنها يعني الأسر الآن يعني يعود إلى دوره الذي نتمناه له أن يكون مهموما بكل شؤون المسلمين في كل العالم. يعني نحن نقدم الشكر مرة أخرى لفضيلة الإمام الأعظم الشيخ أحمد الطيب يعني على هذه البادرة الكريمة. شكرا كلمة.